الخطأ هذا ديال الخطأ في التقدير من طرف الحكم زياد يوسف الزنقي. واو تدخل بلوك شوت جميل جدا من طرف لاعب نجاح. وهذوك المنطار يسجل في المحاولة الموالية لفائدة الوداد البيضاوي 42 نقطة مقابل 54 فارق 12 نقطة على بعد دقيقتين 50 ثانية من نهاية الربع الثالث. ولاحظنا بأن فريق الوداد بدا يرجع شيئا ما في المقابلة من بعد 16 نقطة الآن قد عرف 12 نقطة. يسجل 6 نقاط الآن متتالية فريق الوداد البيضاوي 6 نقاط. وعند اللاعب زويتا عند اللاعب نجاح بداخل القوس رامية ضائعة. وعند اللاعب هذوك مونطار لفائدة الوداد مونطار وخطأ على اللاعب بورويس الخطأ الشخصية الثاني. إذن نستمر الفعالية الآن لفائدة فريق الوداد في هذه اللحظات. تبديل سوف الدخول لاعب سفيان كردو وخروج اللاعب عبد الرحيم نجاح. نجاح يلا عنده جوج الأخطاء. هذوك مونطار لفائدة الوداد رمية حرة أولى ناجحة يرفع رصيده الشخصي إلى 6 نقاط. مونطار هو الرمية حرة الثانية أيضا ناجحة والهجمة لفائدة الجمعية السلوية بسرعة عند اللاعب كريستيان بايونغ اللاعب الكاميروني في فريق الجمعية السلوية عند اللاعب برويس. برويس مواجهة يوسف الزنقي وخطأ خطأ على اللاعب هولمز بالفعل محاولة الثالث تراب يعني إقفال ممرات على اللاعب لأن برويس. الآن دابا خاص فريق الوداد يحاول بإنتزاع كرات بالفعل بكلتا الحالات لأن التراب ما تكونش الوسط ولكن هذا دفاع نعم ديال جوج واحد جوج نعم ولكن كان الضغط على اللاعب الموزع أكيد. الوداد يوسف الزنقي يوسف متابعة ناجحة لفائدة اللاعب هولمز حذاري غياب حذاري رجوع فريق الوداد عودة موفقة الآن بعد أن كان الفارق أكثر من 14 نقطة تنظر بأن يتقلص إلى 9 نقاط. كاين أشياء يقدر يديرها اللاعب وأشياء ما يقدرش يديرها. اللي يقدر يدير اللاعب هو الدفاع الجيد والهجوم الجيد أما ما يقدرش يأثر على الحكام ولا يأثر على الجمهور إذا كل واحد خاصو يشتغل سلة أخرى سلة أخرى 48 نقطة مقابل 55 فريق الوداد يعود بقوة يعني من 36 إلى 12 نقطة الآن تقريبا ملي فريق الوداد 12 مقابل واحد ملي فريق الوداد رجع في المقابلة وثبت الأمور ديالو مشى لكرة السلة راه رجع كانت 54 نقطة مقابل 36 الآن 55 مقابل 48 11 مقابل واحد لفائدة الوداد في الدقيقتين الأخيرتين. تساؤل كبير أليكس شناه في جوج دقائق الأولى وقينا شناه نعم واش هناك توعك واش هناك خليه المقابلة الثالثة الله أعلم إنما للمدرب الفعل. إنما لا لأن أليكس هو سيكون ثابت دائما في هذه المقابلات هذه إذا هناك تدبير يوسف رجع نعم الحمد لله ولا باقي نسيه يتلقى يعني الإسعافات من المسؤول الحاج الحاج عبد علي وردز قيدوم الوداد وكان هو في رياضة سباق الدراجات ورافق الفريق الوطني في عدة مقابلات شخصية مميزة الحاج كلشي يبوس ليه راسو حتى العلوي يبوس ليه راسو الله يعمر ظهر الحاج برزيز لهم كل تحية ورافق فريق الجمعية السلوية وعند لاعب برويس بعد وقت مستقطع بايونغ بايونغ كرة كادت تضيع لبايونغ ثمان ثواني على نهاية الهجمة هو تمريرة رائعة الضغط التحول تحول يعني الشك الثقة والشك يعني حولت المحلات ديالها من جهة الجمعية السلوية إلى الوداد البيضاوي وكاين دقيقة و17 ثانية الآن وكاين شي لعابة اللي ما تعرفوش هذا الشك وهذا الثقة عنده هو ماكينة لاحظنا بأن فيلس ما رجعش للمقابلة هو سلة أخرى لفائدة الفريق البيضاوي. عصعصع شوف 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 50 نقطة. أنت شوف شوف الإعادة شوف الإعادة. نشوفوا أشياء لا رياضية بين اللاعبين. بين كوردو ولكن هذه مسموح بها لأن اللاعبين بجوج
اذا تنتمنى بان اللاعبين ما يفقدوش الاعصاب ديالهم. زكريا وصافرة وخطأ على من يعني الحكم زياد، الخطأ على اللاعب رقم 15 لاعب مونتار، خطأ الشخصي الرابع، لاعبين بأربعة أخطاء في تصفيق الوداد. هذا مونتار واللاعب مونتار اللي رجع دابا في المقابلة، وغادي غادي بهاد الأخطاء هذه ما غاديش يصلح الأمور. زكريا وضيع الرمية الحرة الأولى، فارق خمس نقاط الآن، غادي يكون عندنا رقم قياسي ديال إخفاق ديال وبعد تقدم كبير ديال الفريق الجمعية السنوية. نعود ربما سنعود إلى نقطة التعادل في الربع، لأن الفريق الآن هو نقطة الآن بعد ثلاث نقاط هو تميز فريق الجمعية السنوية في هذا الربع بثلاث نقاط فقط. الآن شفنا سلام دانك ديال كوردو بالفعل، وكان خطأ فادح من لاعبين ارتكاز ديال فريق الوداد اللي ما سبقوش ذاك اللم الدفاعي. يوسف الزلقي، يوسف هو صافرة وخطا على اللاعب برويس، انه الحكم زياد الخطا الثالث لبرويس بالفعل والثاني في اقل من دقيقه واحده. ملي لاحظت صلاح الدين ملي رجعت الوتيره بطيئه تم تراجع الفريق الاداء ديال الفريق السلاوي. إذا الكرة عند اللاعب علاء العسلي لفائدة الوداد، على تضيع الكرة، كرة عند اللاعب برويس ينطلق بسرعة عند اللاعب زكريا وسلة محتسبة لمسافة اللوحة. رجع أكيد أننا نرجعوا مثل يرجعوا اللاعب السريع، فريق السلاوي عنده أكثر من 59 نقطة مقابل 50 على بعد 9 ثواني. هذا كومونتار أربع ثواني يجيبو إخراج الكرة، ما شافش سجا أكيد. لا سلة مقبولة، نذكر بأن السلة اللي كانت مطار القدم كانت غير مقبولة، وهذه السلة مقبولة. مقبولة إذا السلة مقبولة في اللاعب. هذا كومونتار يسجل في آخر ثانية من الربع الثالث، نهاية الربع الثالث بفارق سبع نقاط 59 نقطة مقابل 52. انتصر فريق الجمعية السنوية بثلاث نقاط. إذا 59 نقطة مقابل 52 في مباراة إياب نهائي البطولة الوطنية. الجمعية السنوية سيطر على المراحل الأولى من الربع الثالث، تقدم بنقاط كثيرة، لكن الوداد تمكن من العودة بقوة كبيرة في المرحلة الثانية من هذا الربع الثالث ليقلص الفارق إلى فارق سبع نقاط. إذا سبع نقاط هو الفارق الذي تم لحد الآن، النتيجة 24 نقطة مقابل 21، 24 مقابل معلومة 20 نقاط. نعم، هي أن الاعتراض ديال فريق الوداد ماشي على الحكام ولكن على لا سيكيورتي ديال القاعة، لان ما كاينش هناك سميتو. اذا هذا هو هذا المعطى اللي اكدوا لنا الحكم من طرف الحكم بالفعل. اذا فقط للاشاره، واعتقد المسؤولين الامنيين يقدمون اداء جيد للتامين، ويعني يعني مش عرقانين بزاف. الله يكون في العوان بالفعل. ونذكروا بان راه ما بقاوش المقاعد شاعره، كل شيء تظن بان فاصل 3000 اعداد كبيره لم تجد مكانا في الدخول الى قاعه طلال البوعزاوي، سواء من انصار الجمعيه السلاويه حتى من انصار الوداد حتى من اعضاء الجامعه فعلا. انا سمعت بان الرئيس ايضا يعني وجد صعوبه من اجل الولوج الى قاعه طلال البوعزاوي في هذا اليوم. على اي حال اليوم استثنائي، يوم للمباراه النهائيه، تنافس كبير بين الفريقين، وهذا يعطي قيمه لهذه المباراه النهائيه. رجوع فيلس لرقعة الملعب سيدني هولمز لبداية الربع الرابع، ربع الفصل والحصول. اليوم حراس تتبعوا لعنس الثلاثيات، ما دخلت حتى وحده. حراس لحد الآن برصيد خالي من أي نقطة في الربع في الأرباع الثلاثة الأولى من المباراة على غير العادة، لأن ولكن كان هناك اصرار من طرف المدرب للابقاء عليه داخل رقعه الملعب، محاوله ضائعه من طرف اللاعب نجاح، تبقى النتيجه على حالها. كره عند اللاعب حراس مره اخرى،
من الجهه اليسرى الراس يخترق ويحاول وتضيع ايضا المحاوله كره فيلز الجمعيه الثانويه فيلز فيلز فيلز, فيلز. تمويه جميل جميل لكن المحاوله لم تكتمل كره القاعه الثانويه عند اللاعب فيلز مره اخرى براندون فيلز عند اللاعب زكريا مصباحي زكريا وخطا خطا على اللاعب فيروغا بالفعل كان خطا الشخصيه الثالث تابعنا تمويه جميل للاعب براندون فيلز في الاختراق الاخير الخطا الثالث على اللاعب فيروغا براندون فيلز مره اخرى في قياده هذه الهجمه فيلز يحتفظ بالكرة يبحث عن زميل متحرر يخترق ويضيع ويضيع بالفعل اليوم اللاعب فيلز اوت اذا قلنا بان الحراس لم يجد المنافذ من اجل التسجيل او تنفيذ الرميات الثلاثيه فاللاعب فيلز ايضا اليوم لم يقدم اي اضافه للفريق السلوي عندي ارقام الاخ صلاح الدين للربع الثالث 4 على 11 على الرميات الحره بالنسبه لفريق الوداد 14 كره ضائعه لفريق الوداد هذه السله الاولى هذه راحت العلوي اول سله في الربع الرابع لفائده اللاعب فروقة فروقة لفائده الوداد البيضاوي فارق 5 نقاط الان 59 مقابل 54 نعم العلوي 35% على مستوى الثلاثيات احسن المسجلين بالنسبه لفريق الوداد اللاعب الرافعي ب 17 نقطه والرافعي السعيد الكره وفي انطلاق بهجمه مرتده ويسجل يسجل فارق 3 نقاط الان اللاعب مونتير ب 11 نقطه واللاعب سيدني ب 10 نقاط الجمعيه السلويه 50% على مستوى الرميات الحره 38% على مستوى الثلاثيات و 13 كره ضائعه احسن المسجلين اللاعب مصباحي زكريا ب 19 نقطه ديالي بايونغ ب 12 نقطه ونجاح ب 8 نقاط اذا كانت هذه ارقام الربع الثالث حسن على اعتقد الاثاره مستمره في مباراه اياب النهائيه البطوله الوطنيه الوداد يسعى لقلب كل الموازين والجمعية السنوية مطالب باستعادة التوازن مرة أخرى هجمة ضائعة ومحاولة ناجحة من طرف لاعب مونتار والخطأ على اللاعب زكريا مصباحي الخطأ الشخصية الثالث وفرصة التعديل الآن فرصة التعديل الآن 59 مقابل 58 المباراة تستمر على أعصاب كبيرة وكبيرة جدا بين الفريقين نذكر بأن جماهير كبيرة كانت تضع لنا تساؤلات على هذه المقابلة لا في الدار البيضاء لا في لا في الرباط تنظر بان المقابله اخذت اهميه كبيره على المستوى الوطني وهذا شيء جيد بالنسبه لكره السله الوطنيه لان وقت مستقطع طلبه نور الدين ايزبل قائد من اجل استعاده يعني التوازن اعاده اللاعبين الى الاداءات ديالهم الجيده انه مباراه دقيقه مباراه بضغوط كبيره اعتقد حسن العلوي يجب ان نتذكر يعني قبل موسمين في نهائي بين فريق الجمعيه السنوي وتحت طنجه الفريق السنوي كان اقوى على مستوى البطوله الوطنيه خلال الموسم كامل لكنه في المباراه النهائيه كان بعيد كل البعد عن مقارعه فريق طنجه اللي تمكن من احراز اللقب قبل ان يعود فريق الجمعيه السنوي بالفوز باول لقب خلال الموسم الماضي تنظر بان هذا الضغط الذي عانى الفريق السنوي في مواسم سابقه هل يمكن ان يتكرر اليوم؟ الامر يبقى مفتوح المباراه مفتوحه على كل احتمال لحد الان نتيجه متقاربه 7 دقائق في 30 ثانيه ستكون حارقه على اداء الفريقين معا اكيد لان الاعصاب متوتره كل شيء ممكن اشياء على في الملعب اشياء في المدرجات نتمنى ان الروح الرياضيه هي اللي تنتصر في هذه المقابله اذا والتعادل التعادل 59 نقطه لكل فريق على بعد 7 دقائق 27 ثانيه وخروج فيلز ودخول بورويس وكانت كره ضائعه لكن يتمكن منها اللاعب زكريا الذي يعيد امتياز بين الفريق السنوي 61 نقطه مقابل 59 نذكر بان زكريا هو خريج المدرسه ديال اسفي ومرورا بنادي التبغ انذاك الاتحاد الرياضي اذا اللاعب الراس رميه ثلاثيه ضائعه بورويس 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 ينطلق ينطلق نحو السله وتدخل بلوك شوت اللاعب رضا حراس سقوط واصابه للاعب حراس
الراس على مستوى الكاحل. بالفعل السقوط الاخير يضع اليد على الكاحل، نتمنى ان تكون سليمه. الراس اسم واعد، اسم له مكانته في منظومه كره السله الوطنيه، ولاعب يحتاج للمنتخب الوطني في المرحله المقبله. نتمنى ان الاصابه تكون سليمه من اجل المواصله في دعم الفريق. متواصلة بندية كثيرة على بعد 6 دقائق تبع هذه السلة. السقوط للسقوط ديال المشاهد، السقوط ديالو على الكاحل ديالو، نتمناو ليه الشفاء العاجل. سيغادر تنظر بان نعيم الام ديال رضا غتكون شيئا ما خلعها، ولكن نطمئنوا بان الاصابة عادية. حسن الشاد ويونس الادريسي بعين الناخب الوطني متابع المباراة. عناصر كثيرة يكون ضمن الفريق الوطني المقبل، يكون اللاعب الشطاحي على رئيس الجامعة قبل لحظات المدرجات الدنيا المدرجات. فروقة تفتح فروقة لفائدة الوداد. عند لاعب هادوك مونتار، هادوك مونتار يخترق المرعب اللاعب دخول الشطاحي. فروقة رمية ثلاثية ضائعة ولم لفائدة اللاعب زويتا، انطلاقة سريعة لفائدة اللاعب زكريا الشطاحي. ينطلق زكريا وخطأ على اللاعب الشطاحي. الشطاحي غادي يمشي، هو اللي غادي يكون المدافع المباشر ديال زكريا، لانه مختص في الدفاعات اللاصقه. بالفعل والان هو سجل له خالي من الاخطاء. يلا عنده خطا الاول الان، بلا عنده يعني فرصه من اجل ارتكاب مزيد من الاخطاء، وخصوصا بان المعدلات ديال الرميات الحرات ضعيفه. الكره عند اللاعب زويتا او هذا بورويس، رميه ضائعه ومحاوله ضائعه وانطلق عن طرف اللاعب سفيان الرافعي. تريوت بانطلاق الهجمه، هذا المطار رميه ثلاثيه ضائعه وكره لفائده زكريا المصباحي مره اخرى. ينطلق بسرعه، تدخل من الخلف من طرف لاعب فروقا يخرج كره خارج الملعب. كره عند اللاعب، يدخل الكره من طرف اللاعب زكريا المصباحي. عند اللاعب بورويس 61 مقابل 59، 5 دقائق 45 ثانيه. عند اللاعب زويتا بورويس عند لاعب نجاح وتدخل من طرف اللاعب سيدني هونس. لاحظت ملي تيكون لاعب جماعي، اذا ملي تيكون لاعب جماعي تيكون تخلص من ذاك الضغط. راه كرة السلة راه كما كان الحال، المقابلة النهائية راه هي مقابلة كرة السلة، وخاص اللعابة يديروا في البداية لهم هذه الأشياء هذه. إذا الأخطاء يمكن تكون مؤثرة في المرحلة المقبلة. اللاعب سيدني هونس الخطأ الشخصي الرابع، وثالث لاعب بأربع أخطاء في فريق الوداد. ومن اللاعبين اللي مكنوا فريق الوداد من الرجوع هما اللاعبين الموجودين الان في ارضيه الملعب، اللي هما الرافعي هولمز وهادوك رقم 15. رميه حره اولى ضائعه ايضا مره أكيد اخرى. حسن العلوي نتجه نحو ارقام يعني كارثيه على مستوى الرميات الحره. الرميه الحره الثانيه ناجحه 63 مقطع. العلو الزحزوحي والعالمي ومحبين فريق الوداد ايضا. كره عند اللاعب حجد تساوي سفيان الرافعي. سفيان الرافعي ينطلق من الجهه اليمنى، يمرر عند اللاعب هولمز. هولمز ضائعه، اخذ ورد كره اليمنى لفائده الجمعيه السلاوي. عند اللاعب زويدة نجاحات بدات تهود عند مستوى فريق الوداد البيضاوي. كان هناك مجهود كبير من اجل اكيد من العوده. هذا هو اذا الان خاص اللاعبين اللي ما كانوا شايف في الملعب. ولاعب اخر في ارضيه الملعب باربعه اخطاء اللي هو اللاعب مفتاح بروكا. اذا اربعه لاعبين في الخماسي الموجود الان بأربعة أخطاء، والمدرب زيلكو زيزيفيتش يطلب وقت مستقطع. أكيد بأنه غادي يكون تعليمات على مستوى، يمكن يكون تغيير على مستوى الدفاع، رجوع لدفاع المنطقة بالتفادي الأخطاء. وحتى هذه فرصة سانحة لهذا الدفاع، لأن جل اللاعبين ما عندهم نجاحات على مستوى الثلاثيات، وحنا في أواخر الربع الرابع. يمكننا نقول بأن دخلنا في الموني تايم في هذا الوقت هذا. إذن هذه اختيارات ديال المدربين، إلا ما اللي كاين واضح بأن ملي تيكون فلت على أرضية الملعب الفريق السلاوي تيتراجع الأداء ديالو. ملي تيكون اللاعب بورويس تنظن هذا شيء واضح وضوح أن التدخلات ديال المدربين، والله يكون في العوان. بالفعل زيلكو تيزيفيتش يبحث عن الوصفة المناسبة من أجل قلب الموازين. وفي الجهة المقابلة
نور الدين ايس بالقائد، كلام يصل مباشره الى اللاعبين لاجل البحث عن العوده في خمس دقائق اخيره في هذا الربع الرابع، ربع الفصل والحسم في هذه المباراه. زكريا في كراته المعهوده، جميل، اشياء جميله. الرباعي صاحب الاخطاء الاربعه كلهم موجودين على ارضيه الملعب، الرافعي، هولمز، هادوك، وايضا اللاعب نفس الدفاع رجل لرجل، لم يتم تغيير دفاع. نعم روغا ايضا موجود على ارضيه الملعب، وعند اللاعب زكريا، زكريا عند اللاعب بورويس، بورويس عند اللاعب بايونغ، رمية ثلاثية ضائعة، أخذ ورد كرة اليمن لفائدة الجمعية السلاوي عند اللاعب زويتا، وبناء آخر من طرف اللاعب حتى بورويس. حتى مع بورويس كاين بناء هجومي بالفعل، بورويس يخترق يمرر عند اللاعب نجاح، والمحاولة ضائعة وكرة عند اللاعب شطاحي إلى فروقة. أربع دقائق 40 ثانية، كرة ضائعة عند اللاعب بورويس مرة أخرى، زكريا يخترق من الجهة اليمنى وتدخل سليم من طرف اللاعب سفيان الرافعي. كان خطير لأن خطأ لعب بالخطأ، ولكن كان يعني مجبر على يعني هذا الحركة. هناك أعتقد لاعب رضا حراس سيعاني، سيتم إخراجه يعني من أجل الإسعاف، يعاني من إصابة على مستوى الكاحل. نتمنى لك الأمور تكون سليمة. رمية ثلاثية ضائعة للجمعية السنوية، نذكر الملعب لفائدة الوداد البيضاوي. نعم العلوي، نذكر بأن من اللعاب ما تيكونش صارم في الأداء ديالو تيكون ضيع الكرة، وهذا اللي طرى اللاعب بورويس. كان هناك إيزيتاسيون، كان تردد، وبطبيعة الحال في هذه الثلاثيات ما خاصش يكون عند تردد عند اللاعب. بالفعل إذا عودة اللاعب على أسلي وخروج اللاعب شطاحي، كرة عند اللاعب تروكا، لأن خصهم اللاعبين الارتكاز، لاعبين يلاه بلاعب واحد الارتكاز. إذا الآن عودة توازن. نعم على مستوى المقصورة السفلى، كرة عند اللاعب تروكا، تروكا عند اللاعب سفيان الرابعي، الرقابة لاصقة من طرف اللاعب و 11 ثانية على نهاية الامتلاك. كرة عند اللاعب سفيان الرابعي، هذا المطار، رمية ثلاثية ناجحة، ثاني تعادل في آخر زمن الهجمة، 62 نقطة مقابل 62 لعبوا على 3 دقائق 49 ثانية من نهاية المباراة. مباراة مثيرة مثيرة على 3 دقائق الآن، الضغط على فريق الجمعية السلوية. بالفعل كرة عند اللاعب زكريا، زكريا ومتابعة ومن عند الحكم، كرة لفائدة فريق الوداد البيضاوي عند الحكم بن شريف. 62 نقطة مقابل 62، أوقات عصيبة جدا، أوقات مثيرة، أوقات في صالح الوداد البيضاوي، ضاغطة على الجمعية السلوية، في صالح الفرجة الرياضية لكل متفوقين كرة السلة الوطنية. أكيد، ولكن حذاري من الأخطاء ديال فريق الوداد، لأن هذا الخماسي تنضج بأن باقي شي أوراق. نذكروا بأن يوسف خديري غادر، حرس غادر. نعم. اذا حذاري من الاخطاء، ولكن بالفعل الاخطاء الان الكل للكل. بالفعل كره عند اللاعب سفيان الرافعي، وخطا على اللاعب بورويس. بورويس الخطا الخامس. بالفعل اذا زهير بورويس بالفعل سيغادر، وهذه ورقه تسقط اولى في هذه المباراه، اول لاعب يغادر بالخطا الخامس. نذكروا بان فريق السلاوي كان عنده 17 نقطة الفريق. بالفعل اذا كرة لفائدة اللاعب الرافعي، الرافعي عند اللاعب هادوك موطار في مواجهة بايونغ، هادوك موطار بعد تكون رد اللاعب برونر فيلز، ومحاولة وسلة لفائدة الوداد البيضاوي الامتياز. 62 مقابل 64، وصمت رهيب. ثلاث دقائق على نهاية المباراة، برونر فيلز عليه ان يتحمل كامل مسؤوليته في هذه اللحظات الاخيره من اجل استعاده ان الفريق في حاجه اليه بشكل كامل. تنضرب خطا، خطا على من؟ خطا على من؟ فروقة، فروقة سيغادر هو سفيان الرافعي، الخطا على اللاعب سفيان الرافعي، سفيان الرافعي يغادر، ودخول اللاعب الزنقي.
اعتقد مازال غنشوفوا لاعبين يخرجوا غير بالخطا الخامس. لا لا حسي بان اللي الان واخذ زمام الامور على مستوى الجمعيه السلويه هو هذا اللاعب، هذا لاعب زكريا هو اللي واخذ زمام الامور، هو اللي عنده المسؤوليه التي تتحمل المسؤوليه سياخذها. زكريا مصباحي رميه حره اولى ضائعه، الأولى ضائعة والثانية بدورها ضائعة، وكرة في يد اللاعب الزنقي، كرة عند اللاعب فتاح فروقة، فروقة فتاح فروقة يحاول يغاد ينطلق من الجهة اليمنى عند اللاعب هولمز، أخذ ورد كرة عند اللاعب نجاح يوصل عند اللاعب زكريا، زكريا عند اللاعب نجاح مرة أخرى يخترق ويسجل وسلم اكتسبها، وخطأ خطأ على اللاعب رقم خمسة اللي هو اللاعب علاء العسلي، الخطأ الرابع للاعب علاء، علاء العسلي بالخطأ الرابع أيضا يتهدده أيضا خطر المغادرة، وثالث تعادل، ثالث تعادل دقيقتان 23 ثانية نهاية المباراة، أوقات عصيبة جدا، أوقات للفريقين معا، الرمية الحرة ضائعة أيضا 64 مقابل 64، يوسف الزنقي دفاع قوي ما خلاوش تكون تمريره ولو تمريره واحده، يوسف الزنقي يخترق يمر عند اللاعب هولمز هو بحث على الباك لكن لم يتمكن يستعيد الكره، هو والغباء ديال بعض اللاعبين كان يقتل المقابله، كرة عند اللاعب يوسف الزنقي الإثارة يوسف خطأ الخطأ خطأ على اللاعب زكريا، زكريا اللي عنده الخطأ الرابع أيضا الآن، دقيقة وتسعود وأربعين ثانية ورميتين حرتين للاعب يوسف الزنقي كلها مهاني، لا لاعب ديال فريق الوداد لاعب أمريكي تنظن بأنه ضيع جوج نقطات، رمية حرة أولى ضائعة، والارقام الارقام ديال الكرات الضائعه على مستوى الرميات الحره تنظر بانه الرميه الحره الثانيه ناجحه امتياز لفائده الوداد بفرق نقطه واحده هذا بعد دقيقه و49 ثانيه 64 مقابل 65، هذا النزال هذا حل المشكل ما بين فيلز واللاعب زنقي، زنقي فيلز عند اللاعب بايونغ، بايونغ لاحظت بان زويته، زويته اللاعبين كلهم زويته تخافوا من المسؤولية، رمية ثلاثية ثلاثية جميلة جدا، الخطأ الخامس ديال اللاعب مونتار، اللاعب مونتار اعتقد الخطأ الخامس للاعب مونتار، رمية حرة إضافية للاعب كريستيان بايونغ 64 مقابل 65، هاد الثلاثية بالفعل مونتار يغادر أيضا يغادر أرضية الملعب، هاد الثلاثية يمكن تغير تعيد الفريق السلاوي في هذه اللحظة الأخيرة أكيد، حتى الرجوع ديال الجمهور حتى هو عنده تأثير كبير، الجمهور يحاول يحفز لاعبي الفريق السلوي، مباراة أعصاب بامتياز كبير، رمية حرة إضافية وفارق ثلاث نقاط الآن على بعد دقيقة 22 الآن الوقت على الصورة، كرة عند اللاعب يوسف الزنقي لفائدة الوداد، هذا النزال هو المقابلة بالفعل، كرة عند اللاعب فروقة، فروقة فروقة يخترق يمرر تحت السلة وكرة اليمن لفائدة الوداد، سبعة ثواني سبعة ثواني على نهاية الامتلاك، الآن ثلاثة ديال ثلاثة ديال الثواني، عندك الوقت المستقبل المدرب سيزيفيتش مدرب الوداد البيضاوي في ثالث وقت مستقطع له، دقيقة 12 ثانية هذه الرمية الثلاثية الأخيرة اللي أعطت ثلاثية من ذهب للاعب بايونغ، يمكن بأن اللقب نعم. يمكن بأن اللقب هو هذا الثلاثية، هذا الثلاثية ديال اللاعب كريستيان بايونغ، لأن مباراة عصيبة عصيبة جدا، تنظر
فنظن بان كاين هناك رقم قياسي على مستوى الحضور ديال الجماهير ورقم قياسي على مستوى الرميات الحره. بالفعل يعني ارقام كارثيه اليوم. كارثيه. كارثيه هذه هي. هذا هو المصطلح ربما كانت في بعض المباريات عوده اللاعبين اللي تسبيت الرفع من قيمه اللاعبين مستوى الرميات، لكن هذه المباراه النهائيه خاصه مباراه الاياب دخول اللاعب بوخريس اللي ما لعبش اللي ما خدوش فترات طويله ما لعبش المقابله ضد فريق الرجاء وما لعبش المقابله الاولى ضد فريق الجمعيه السنويه. اذا بوخريس ينفذ دخول الكره وتمريره خاطئه، تمريره خاطئه على بعد دقيقه 12 ثانيه، كره لفائده الفريق السنوي. دفاع لصيق، الدفاع لصيق، رجل يطلع طول الملعب. كرة عند اللاعب زكريا، إلى اللاعب بايونغ، بايونغ ينطلق، بايونغ، بايونغ يحتفظ بالكرة عند اللاعب زكريا، زكريا. تنظر بأنهم غادي يدوروا العداد. بالفعل. لأن دقيقة واحدة الآن، إذا الثواني الأخيرة بدأت الآن. تمريرة تحت السلة وخطأ، الخطأ الخامس بالفعل، أعتقد كان خطأ ديال اللاعب علاء العسلي. خطأ الخامس للاعب علاء، يغادر أيضا على بعد 54 ثانية. رمية الكرة لفائدة اللاعب عبد الرحيم نجاح الذي عنده نسبة ضعيفة. كان خطأ، كان خطأ. مباراة عصيبة، عصيبة جدا على كل اللاعبين، ثقيلة ثقيلة يعني الأجواء. على الحكام ونجح، سينجح في اعطاء امتياز للجمعيه السنويه سجل الرميه الحره الاولى 69 65 فارق اربع نقاط، والرميه الحره الثانيه ايضا ناجحه في اخر المباراه يتمكن من تسجيل الرميه الحره. يوسف الزمدي رميه ثلاثيه ضائعه يقول وكره خارج الملعب لفائده الجمعيه السنويه. نظن بان المقابله تنتهي لصالح الجمعيه السنويه. بالفعل. لان الان خاضوا الثقه في المقابله. منسى يكون عند اللاعب زويته. زويته يتقدم بالكره. يحتفظ الكره ينطلق ويضيع. يضيع هجمه لفائده الوداد. رمية ثلاثية من بعيد اللاعب. أوه ثلاثية جميلة اللاعب. قوا جوج النقاط. فروكا. هو الدانك لفائدة اللاعب زويتا في آخر المباراة 72 مقابل 68 27 ثانية لنهاية المباراة. أوقات ضاغطة، تحولات مثيرة ومباراة كبيرة. وخطأ على اللاعب بايونغ. يعترف بخطأ، يرفع يده بسرعة. خطأ على اللاعب 20 ثانية، أربعة نقاط. كل شيء جائز. تنشوفوا الدانك ديال الفريق الجمعيه السنويه. بالفعل اذا اللاعب سطاحي ينفذ الرميتين حرتين في هذا الوقت من المباراه من 20 ثانيه، يضيع الرميه الاولى للعباد نقلي سطاحي، يضيع الرميه الحره الاولى والرميه الحره الثانيه ناجحه. اذا 69 72 20 ثانيه الامتلاك كامل لفائده الجمعيه السنويه. واش غادي يختاروا؟ سيكون صعب. كرة عند اللاعب بايونغ وخطأ على اللاعب سطاحي. خطأ على اللاعب سطاحي. الخطأ الشخصية الثاني. رمية حرة واحدة أعتقد يمكن تعطي الاطمئنان لسلة الجمعية السنوية. واحدة أربعة نقاط أكيد. أربعة نقاط. لأنه الخطر ما زال ثلاثية الآن على هذا الوضع على النتيجة. بايونغ. إذا بايونغ. ماذا سيفعل؟ يؤمن، يؤمن على بعد 11 ثانية، يؤمن يعني الوضع، لكن الوضع يبقى قائم، يعني التقلبات مثيرة في المباراة. ثلاثية وكرة خاطئة أصلا. كل شيء وقع وارد. وارد في كرة السلة. ورمية حرة ثانية ضائعة، كرة عند اللاعب أخذ ورا، تعود عند اللاعب فيلز.
هو بايونغ. لا كرة غير محتسبة، كان هناك خطأ على اللاعب شطحي مرة أخرى. دابا في المقابلة الثانية غادي يكون مشكل عند فريق الوداد لأنه حرس المقابلة يوم السبت المقبل. نعم تنتمناو بأن حراس التشويق فقط يكون في المستوى ديال يرجع للمقابلة باش يكون مقابلة مشوقة، رغم أن فريق السلاوي عنده الامتياز ديال الملعب. نعم وهذا بالفعل هذا هو القانون، يعني المباراة الثالثة تقام في أرضية الفريق الأحسن ترتيب في المرحلة الأولى للبطولة، فريق جميل السلاوي في المركز الأول والوداد في المركز الثاني. ناجح لفائده اللاعب بابايونغ، 6 نقاط مقابل. اذا انتهت تنتهي رميه ثلاثيه ضائعه من طرف اللاعب كروغا وتنتهي المباراه. اذا 75 نقطه مقابل 69 لفائده فريق الجمعيه السلويه اذا تنتهي المباراه على هذا الايقاع، وحسم المباراه سيقام يوم السبت المقبل هنا بقاعة الله البعزوي بين الفريقين في نزال ثالث لأول مرة. إذن مشاهدي الكرام حسن على أعتقد كلمة أخيرة في هذا النزال النهائي، وتنظر بأن الوداد مباراة مثيرة أكيد، وتنظر بأن الأعصاب وأعتقد الوداد كان يعني أعطى نكهة جميلة للمباراة النهائية أكيد، وتنظر بأن كل الأعصاب أقل توتر لكانت المقابلة أجمل بالفعل. إذن مشاهدي الكرام نحييكم تحية لكل من ساهم في هذا البث المباشر، الزملاء اللي خاضوا النقل المباشر في وضعيات صعبه لهم منا كل التحيه وكل الشكر هنا من قاعه الله البعزاوي. محدثكم صلاح الدين القشيري يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.